بس تحديدا في ريال اشرف حكايه. الفيديو النهارده وهي بتبكي ساعه السلام الوطني رائعه عظيمه، نفس اللي حصل في الاولمبيات الماضيه، كانت تبكي ايضا وهي تحصد الميداليه وبتسمع السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. شوفوا المنظر، شوفوا الجمال، بصوا الروعه، كل حاجه حلوه عظيمه جميله بطله. اسمعوا يا جماعه، اسمعوا الابيض هي حرفيا اشياء لا تقدر بثمن، اشياء لا تقدر بثمن. علم بلدك يترفع في السماء، سلام الوطني بتاع بلدك تسمعه وانت فخور وفرحان، والذهب شايله ورفعه، حاجه حلوه متعوده في ريال، متعوده في ريال اشرف على الذهب خلاص وعودتنا معاها. المشهد ده عظيم قوي، المشهد ده عظيم قوي قوي يا جماعه، ما تستهونوش بحاجه زي دي. دي حاجه فيها تعب ومجهود، هي واسرتها وحياتها وعيلتها ومشوارها، وخد بالك كل ده بيحصل مش في النور، مش زي بتوع الكوره. بتوع الكوره اي حركه انت بتعملها، اي كلمه بتقولها، انت هتمشي في الشارع في المليار، بلاش مليون واحد هيسلموا عليك ويتصوروا معاك. في ريال اه طبعا خلاص هي دلوقتي بقت نجمه والناس كلها عارفاها، بس هي بتشتغل وبتتعب حبا في لعبتها، وقبل حبا في لعبتها حبا في بلدها، في بلدها ده بجد يعني. بقى بس احنا عندنا ناس كتير قوي يقول لك احنا ماشي بنلعب لاجل التيشيرت ولاجل مش عارف ايه، بس هو في النهايه برضو في حاجات تانية بياخدها معاها، بس دي لا، دي واللي زيها، مش هي لوحدها. انا بقول في ريال كمثل لكل الابطال بتوعنا اللي هم بقوا كتير الحمد لله كتير، وبصراحة شديدة جدا بقى، بما اننا احيانا كثيرة ننتقد ما يحدث في الرياضة او في كرة القدم تحديدا، ففي تطور حقيقي واضح في كل الرياضات في كل الالعاب في مصر منذ سنوات قليلة، بيحصل تطوير واضح في كل الالعاب. وعشان اقول تطوير واضح في كل الالعاب، اه صحيح احنا شفنا التطور ده منذ سنوات قليلة، بس لازم يكون في بنى من بدري.